Allahu Akbar. Allahu Akbar. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم اغفر لهم وارحمهم واسكنهم مكان الجنة. اللهم اغفر لهم وارحمهم واسكنهم مكان الجنة. اللهم اغفر لهم وارحمهم واسكنهم مكان الجنة. اللهم إن كانوا مسيئين فاجر لسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز سيئاتهم. اللهم آت كتابهم بيمينهم وتتوسل لجنتك رب العالمين. اللهم اجعل لهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وجيرانا خيرا من جيرانهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا لهم ولجميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم عافهم واعف عنهم واكرم نزلهم واسد مدخلهم. اللهم البسهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما انك ثوبا ابيض من الدنس رب العالمين. اللهم ثبتهم بالقول ثابت. اللهم ثبتهم بالقول ثابت. اللهم ثبتهم بالقول ثابت. اللهم اجعل قبورهم روضه من رياض الجنه ولا تجعل قبورهم حفره من حفر النيران. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره لنا كفر الفسوق والنسيان وجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.